السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في بودكاست جديد في الاي اي. بودكاست ديالنا مقدم لكم طرف جمعية رياضية المغرب برعاية شركة أدريا للبزنس والتكنولوجيا. كيف العادة معكم عبد الحكيم بالأشاب، طالب دكتوراه في مجال الذكاء الاصطناعي، وغيكون إن شاء الله هو المضيف ديالكم في هذه الرحلة. إن هذه هي الحلقة السادسة من البودكاست ديالنا الجديد في الـ AI، وللتذكير البودكاست ديالنا الهدف ديالو هو نعرف المستجدات اللي واقعين في عالم الذكاء الاصطناعي، شنو لي ديرنيي موديل اللي خرجوا، لي ديرنيي انونس ديال الشركات الكبار اللي سو اكتيف في الدومين ديال الذكاء الاصطناعي، نعرفوا لي سوجي دو ريشيرش اللي كي سو اكتيف، ولي ديرنيي سورتي بالنسبه للناس اللي خدامين في الدومين ولا مهتمين بالانتيليجنس ارتيفيسيال اون جينيرال. وطبعا الهدف كيبقى هو ان كلنا نعرفوا شنو هما هاد لي زوتي جداد اللي نقدروا نانتيغريو مع الحياه اليوميه ديالنا ويحسنوا من لا كاليتي دو في ديالنا. و توت فاسون هذا واحد التحول اللي كيطرا على المجتمع كامل، واللي بغينا ولا كرهنا غادي نحتاجوا اننا نواكبوه باش نكونوا اجور. دونك من بعد ما هضرنا على نيو ريليز ديال تشات جي بي تي في الحلقه اللي فاتت، وهضرنا على جوجل اي او ساميت، وهضرنا على دي سوجي دو ريشيرش بحال ان كونتكست ليرنين ولا الاناليز ديال لي بوا ديال الموديل بحال كلود، هاد الحلقه غادي نهضروا على في اطار لي غروند سورتي ولا لي غروند انونس ديال الشركات الكبار. غادي نهضروا على WWDC AI Summit ديال ابل، سو الناس اللي كيخدموا لي برودوي ديال ابل، ايفون ايباد اتسيتيرا. بيج نيوز اباوت انتجريشن، كيفاش ابل غادي انتجريو الانتيليجنس ارتيفيسيال ديريكتومون في الاو اس ولا في الهاردوير ديالهم. دونك غنهضروا على هذا الموضوع، غنهضروا اوسي على كيلكو سورتي ديال لي موديل اوبن سورس جداد، ومن ناحيه ديال ريسيرش غادي نهضروا على ستيت سبيس مودلز اللي هما اون الترناتيف ديال ترانسفورمر بور كاع لي تاسك ديال سيكونس تو سيكونس ليرنينغ. دونك غادي نبداو ديريكتومون دونك مع ابل، اللي قلنا كان دار واحد الساميت اللي سميتها WWDC AI Summit، داروا بزاف دي زانونس ديال شنو لي بلان فيتور ديال اي اي باش ديال ابل باش انتيغري الانتيليجنس ارتيفيسيال مع لي برودوي ديالهم. دونك كنا هضرنا دي فوا على ابل، مي هما لي سون تري اكتيف في لو دومين ديال سمول ال ليبس، يعني كيحاولوا يديروا دي اركيتكتشر ال ليم، يعني لانجويج مودلز اللي يكونوا صغار ممكن انهم يرانيو ولا يتورنيو ديريكتومون في الايدج ديفايسز ديالهم، كي سون تليفون بورتابل مثلا بلويس ديالهم ولا لي زورديناتور ديالهم اللي هما الماك بالام 1 ام 2 تشيبس اتسيتيرا. سو كيهتموا اكثر بالسمول لانجويجز اللي ممكن انهم يتورنيو في الديفايس. سو هذا كان التوجه ديال ابل من الاول، و دونك دابا مع هاد لي زانونس ديال ساميت هادشي بيان زاد بان كثر. دونك البلان ان غادي تكون انتغراسيون ديال الانتيجر ارتيفيسيال، ودير واحد لانجويج موديل ديريكتومون في لويس ديال لي برودوي لي ديفايسز ديال ابل بحال الايفون ايباد اتسيتيرا. بوغ تيبيكمون سيري غادي تولي اي اي باورد ليت سي، سو غاتولي كتهضر مع سيري في حال الا كتهضر مع لانجويج موديل داغيغ. دونك كيف ما تشات جي بي تي 4.0 جي بي تي 4.0 دابا عنده الفويس مود ديالو بحال هكا كتولي شويه سيري، وكاين غادي يرد ليه حتى المود تكست ديال سيري باش تقدر تهضر معاه بحال شي لانجويج مود. ان فاكت غادي تكون هي لانجويج مود. دونك سام سمول ستاف اللي غادي تزاد بحال مثلا صحاب ستيكرز وداكشي، مثلا كتاخد شي تصويره دغيا كتقطع منها واحد الطرف وتردو ستيكر. هاد اللعيبه كاينه عند صحاب الايفون، دونك هاد اللعيبه غيبوشيوها اكثر دابا، وغيبلي واحد الاي اي جينيريتد سماهم جين موجيس، دونك ايموجيس جينيريتد باي اي اي، وغادي يمكن لك انك تجينيري لي زيموجي اللي بغيتي لايك غير ببرومبت كيف ما كنديرو تكست تو ايمج مثلا بميد جورني ولا دول اي ولا اي موديل ديال تكست تو ايمج. سو غيديروا هاد القضيه على ايموجيس اند كاع السوفتوير ديال ولا في لي زابليكاسيون اللي كيخدموا لي زيموجي، غادي تقدر تجينيري لي زيموجي اللي بغيتي. لا ميم شوز مع التصاور،
جينيري تصويرة سيغ بلاس، يعني انتجري ايماجين مثلا ميسنجر ولا لا ميساجري اللي كاينه في لي برودوي ديال ابل، ف ديريكتومون في الانترفاس غادي تقدر تكون عندك واحد الاي اي اللي واحد لانجويج موديل اون فاتيغ، ولا واحد المالتي موديل لانجويج موديل اللي دغيا اكسيسيبل، تقدر تكتب بلاص ما تشيرشي على ليموجي غادي تكتب ليموجي ديال جينيرال هي واحد ديناصور كيدير سكي، وغادي يجينيري لك ليموجي وتصيفطو بيرسوناليزي كيف ما بغيتي. بالنسبه للتكست اوسي دونك غادي يكونوا بزاف ديال بحال هكا الهيلبر فانكشناليتيز اللي غيتانتيغرو مع التكست ديريكتومون، مثلا كتكتب ان ايميل غادي يكون واحد الاوبسيون ديال بروف ريد، مثلا بلاص ما تبقى تصحح لي الجراما وحده بوحده فكدير بروف ريد وكاع الاغلاط ديال الجراما كيتصحوا ديريكتومون، تقدر دير ان تي ريزومي. دونك فوالا بحال الانتيغراسيون ديال جيميني مثلا في جيميل، اون انتيغراسيون باغي، مي هنا لو سكي تري امبورطون ان هادشي غادي يكون بيلت ان دي او اس، لايك بحال الا هادشي عندك بي سي ديالك فيه ويندوز، فويندوز بحال الا هو فيه هاد الانتيغراسيون، فيه هاد السبورت ديال هاد لانجويج موديل، وفيه هاد الفانكشناليتيز نيتيف فيه هو، ماشي كتخدم واحد لوتي اكسترن بحال مثلا جيميني كيبقى ان لوتي اكسترن اللي كيتكونيكتا مع جوجل ورك سبيس باش يمشي يجيب مثلا انفورماسيون من الجيميل، ولا باش في الجيميل فاش تكون كتكتب ايميل اللي يبان لك. نو عند ابل غادي تكون فريمون انتيغراسيون ناتيف مع الاو اس، ودونك بيان سور لا ريبيتاسيون ديال كاع لي برودوي ابل هي ليرغونومي ديالهم، كيفاش ان اليوزر اكسبيرينس كتكون سموث ومتقونه بواحد الطريقه كبيره. دونك هاد الانتراكسيون غتكون حتى هي دون لو ميم اسبري، ان بالنسبه لليوتيليزاتور فينال غادي تكون واحد السهوله باش انه يستخدم هاد لي فونكسيوناليتي اللي مبنيين على لانجويج مودلز ولا اي اي مودلز ان جينيرال. دونك بالنسبة ل ملي كنقولوا ان هاد غادي يكونوا مثلا واحد لانجويج موديل اللي يقدر ياخذ دي دوني اللي تعطيهم ليه انت، مثلا التصاور ديالك تقدر تطلب منه انه يموديفيهم اتسيتيرا، ولا التكست اللي غتكتب انت الايميل ديالك يعني راه عنده اكسي ليهم اتسيتيرا. دونك الهدف اوسي من هاد الشيء هو ان تكون ليكسبيريونس لو بلو بيرسوناليزي بوسيبل ولو بلو بيرسوناليزابل بوسيبل. دونك مثلا بما انه غيكون كي كيعرف يعني يقدر يمشي يجيب انفورماسيون من الميل ديالك، من التصاور، من لي كونتاكت اتسيتيرا، سو هما بغاو واحد الانتيغراسيون. مثلا تقدر تسولو على الوالده ديالك مع سيري، دونك نهضرو على سيري، حتى سيري بحال تكون هي اون انترفاس مع هاد اللانجويج مودل، كو سوا بالفويس ولا بالتكست. دونك يبغيوك مثلا تسولو تقول مثلا بغيتي تسول على واش الوالده ديالك تجي عندك مثلا، وباغ ميل خديتي ليها بي دافيون، وغادي تسولو مع شا توصل الوالده، سو هو كيعرف باللي الكونتاكت ديالك اللي عنده واحد السميه مثلا هو اللي اسوسي لو ستاتيو ديال الوالده ديالك، ودونك غيمشي يقلب على ديك السميه، ومن ديك السميه غيشوف لي زيميل ديالك، وغيلقى الايميل اللي فيه الريزرفاسيون ديال البي دافيون، ومن تما غادي يجاوبك على السؤال اللي سولتي على الوالد ديالك مثلا. دونك فوالا سي سو جونغ ديكسبيريونس اللي غيحاولوا يردوها ممكنه مع سيري. دونك تكون كتعرف مثلا ولادك معاش يخرجوا من المدرسه، المهم دي زانفو اللي هما بلوز او موان بيرسونيل اترافيغ هذاك الانتيراكسيون ديالك مع هاد اللانجويج موديل، بالتصاور، بالهضره، بالفويس، ملي كتسول على هادي كتسول على هادي، وبيان سور هو غيكون عنده بما انه بيلتين اونكور اون فوا انتجري ديريكتومون في لويس ديال هاد الديفايسز ديال ابل، سو غتكون واحد الاكسبيريونس شامله لكاع هاد البلانات. وهنا بيان سور كيتطرح لا كيستيون اللي كتطرح ديريكتومون هي ديال البرايفسي ديال الداتا ديالك. دونك هنايا كاين واحد الحاجه مهمه، هي ان بما ان قلنا في الاول باللي ابل خدام على سمول لانجويج مودلز ولا سمول مودلز اللي يقدروا يتورنيو ديريكتومون في الديفايس، دونك اون بوغي كخواغ ان لي دوني ديالي ما غيخرجوش مثلا من الايفون، دونك كو سا سوا هذاك لي كونتاكت، لي ميل، داكشي اللي كتانتيراجي مثلا مع سيري بالتشات ولا بالايماجز اللي كدير موديفيكاسيون اكسترا. الا كان هاد لي موديل لانتيجونس ارتيفيسيال، دونك
موديل. دونك اون فوا ان تي رابيل، هما دوك لي دي غروند فونكسيون، دي فونكسيون اللي عندهم عدد كبير ديال لي بارامتر. لونترينمون ديال ان موديل ديال دي شاسيسيل هو تقلب على لي بارامتر اللي كي لقاو احسن مابين ما بين واحد لونتري واحد السورتي اللي حنا كنتسناوها. دونك هاد الفونكسيون اللي عندها بزاف لي بارامتر خاصها تستوكا في شي بلاصه، ديجا سا. والحاجه الثانيه هي اننا باش نقدروا نخدموا هاد لا فونكسيون راه كنديروا دي زوبيراسيون الجبريك دي ملتيبليكاسيون ماتريسيال ايتترا اللي حتى هما خصهم يداروا. دونك خاص واحد البروسيسين يونيت اللي هي مثلا السي بي يو ولا داك الكور بروسيسور ديال التليفون، هما اللي كي مثلا في الماكس داكشي كاين الام 1 تشيب والام 2 تشيبس ايكيفالون ديال الاي 5 ولا ديال انتل باغ اكزومبل، ولا يعني ديال السي بي يوز ولا جي بي يوز اتسيتيرا. دونك خاص واحد البروسيسين يونيت اللي غدير لنا هاد لي زوبيراسيون الجبريك باش حنا نقدروا نستعملوا هاد الموديل. دونك هادشي فين غيوقع؟ الا كانت ممكنه هاد لانتراكسيون، هاد لانتيغراسيون دار في ديفايس دايركتومون، اون بوغي اسبيري ان لي دوني غيبقاو في الديفايس، يعني ما غيخرجوش مشيو للسيرفر. حيت الا كان لو موديل كبير بزاف ما يمكنلوش يتستوكا في الايفون، وما يمكنش هادوك لي زوبيراسيون الجبريك اللي غادي خصنا نديروهم باش مثلا نجينيرو ايماج من تكست يداروا في الايفون حيت البروسيسور ديالو ماشي قوي سوفيزامون. فهادشي غادي تصيفطوا هاد لي دوني للسيرفور مثلا الكلاود ديال ابل، وتما فين غيداروا هاد لي زوبيراسيون غيرجعوا ديك الساعه، غير لا ريبونس اللي غترجع عندك التليفون. وهاد القضيه بيان سور بروبليماتيك لان ابل غيولي عندها اكسي بزاف ديال لي دوني ايتترا. دونك فوالا كاين ان بتي ديبا بيان سور. ابل كيقول لك لا، راه لي دوني انكريبتد اند تو اند، يعني كلشي كاين انكريبشن عليهم، يعني اونكودي بواحد، يعني ما كتوصلش للرو داتا ديالك، داتا كيف ما هي كتوصل نو، مي كتشيفخا عاد كتصيفط ملي كترجع كتشيفخا. دونك فوالا، مي كاينه كونسيرنز ديال برايفسي، واش هادشي غادي يكون برايفت ولا لا، سورتو من هاد لو بوان اللي غنهضرو عليه نيكست. دونك لو بوان اللي كيرد هاد القضية ديال البرايفسي فيها مشكل، هو ان ابل ماشي غير هادشي، ماشي ما يديروش غير بوحدهم، مي انونسا اون بارتناريا مع اوبن اي اي. دونك البلان هو انهم باغيين يخدموا تشات جي بي تي واللانجويج مودلز ديال اوبن اي اي از ويل، تا هما داخلين في هاد الانتيغراسيون هادي. بيان سور علامة استفهام كبيرة على القضية ديال البرايفسي، لأن دابا إلا كنتي غتخدم تشات جي بي تي راه ضروري لي دوني غيخرجو غيمشيو في السيرفر. تشات جي بي تي موديل كبير بزاف ميمكنلوش يتورني في الديفايسز. و بون اللي كيقول دابا أن كاين واحد لي طاش اللي غيكونوا اوبتيميزي باش يتورنيو في الماك ديريكتومون ولا في الايفون ديريكتومون، بحال اللي قلنا هذيك الجينيراسيون ديال لي زيموجي، ولا داك البروف ريد ديال واحد التكست مثلا ديال الايميل، ولا السامري ديال الايميل في بوليت بوينت. دونك هاد لي تاش غادي يكون واحد السمول مودلز سبيشاليزد في هاد التاسكس هادو، انتجري مع الديفايس كراني في الديفايس. دونك هادو ما فيهمش مشكل، ولكن مني غطلب مثلا واحد التكست، واحد الايماج جينيريشن اللي معقده ولا اللي ما دخلاش في داك ليوزاج ديال اللي ديجا كاين في الديفايس، ف غادي تكون اوتون ريال انتغري مع تشات جي بي تي. دونك غتقدر تخدم تشات جي بي تي بوغ كاع دوك لي طاش الاخرين اللي هذوك اللانجويج مودلز ديال ابل، سمول مودلز ديال ابل اللي انتغريين في الديفايس ما يقدروش يديروا. وهاد القضيه بيان سور دونك اونكور فوا علامه استفهام على البرايفسي ديال لي دوني، والدراما ديجا بداش على هاد القضيه هادي. سو ايلون ماسك كتعرفوا كاملين يحيح شويه في بلاتفورم ديال اكس اللي هي تويتر شحال هادي، وقال بلي واش سول على يعني كيفاش غيديروا مع القضيه ديال البرايفسي، واش ممكن اننا شات داون هاد الاي اي اللي ما تيجري مع لويس، ولا ما يكونش عندنا الاختيار اصلا واش هاد الانتيجراسيون ارتيفيسيال حنا بغينا نخدموا بها ولا لا. دونك ديجا سي اون بون كيستيون، واش ان هاد الانتيغراسيون صافي راه عند كلشي، راه اللي في بارتي ديال لو اس، ولا كتبقى واحد الفيتشر زايده اللي ممكن ديزاكتيف في اي وقيته. دونك سي اون كيستيون تري امبورطون. وقال اوسي بلي الا تاكد ان هاد الانتيغراسيون ديال ابل مع تشات جي بي تي، بما انه اي في با كونفيونس لهاد الشركات هادو، فاي واحد باش يدخل عنده
الشركة ديالو للمعامل ديالو ديال تيزلا اكسترا، وكان عنده ايفون، فغادي يحط الايفون ديالو في واحد البوكس افيك ان شو مانيتيك اكسترا بور كوبي كاع لي فلو دوني اللي يمكن يخرجوا ولا يدخلوا لهذاك التليفون. دونك فوالا شويه ديال الدراما مع ايلون ماسك كيف العاده. اي فوالا، دونك سيتي تو بور ابل. دونك الفكره هي ساميت انوصا فيها واحد الابل انتليجنس بروجرام تسمى، واللي هو الهدف ديالو هو الانتيغراسيون ديال دي موديل الانتيجنس ارتيفيسيال ديريكتومون في الاو اس ديال لي برودوي ديال ابل. دونك ندوزو نهضرو على واحد الموضوع واحد اخر، نهضرو على اندري كارباتي. اندري كارباتي هذا كان شيف ساينتست عند تيزلا، من بعد اوبن اي اي، جو بونس دابا مازال في اوبن اي اي، جو بونس الى كيتا يمكن ديرنييرمون، مي سي با كلير شنو لا بوزيسيون ديالو. تا هو ان بو في الخفاء، مي الي تري تري اكتيف في تويتر، و في يعني في سا شين يوتيوب، و في لي فورماسيون اتسيتيرا. و دونك الناس اللي مهتمين انهم يتعلموا يكودي ولا يفهموا لي برينسيپ دو باز ديغيغ هاد البيج مودلز اللي كنهضروا عليهم ديال لانجويج مودلز اتسيتيرا، جي بي تيز، اول ذيس. فاندري كارباتي واحد لا سورس دو فورماسيون اللي زعما بريمورديال لاي واحد باغي يتعلم يكودي ولا يتعلم لي برينسيپ دو باز ديال هاد لو دومين. ودونك ديما ما كخيبناش، ودابا يلاه ريليز واحد الفيديو على بيلدين جي بي تي 2. سو فيديو فيها 4 سوايع طويله سميتها ليتس ريبروديوس جي بي تي 2. سو جي بي تي 2 اي مين از بريديسيسور ديال جي بي تي 4 اللي عندنا دابا. دونك سا دات دو 4 ans تقريبا، اللي هو سمولر فيرجن ديال البيج لانجويج مودلز ديال اوبن اي اي. دونك من الاولى اللي ريزاتهم اوبن اي اي، دونك اباز دو ترانسفورمر، تكست توكنايزر، عندك توكن ترانسفورمر ديكودر، اند نيكست توكن بريدكشن، وكتجينيري دي تكست دي مانيير اوتو ريغريسيف، وهادشي كامل كيتونطرينا افيك ان اوبتيميزور سور دي دوني اتسيتيرا. دونك فوالا، وهو غيمشي معاك في هاد الفيديو فيه 4 سوايع ستيب باي ستيب كيفاش تبيلدي جي بي تي 2 و تري بروديوسي اكشن. سو ذاتس واتس فيري امبورتنت. سو الفيديو فيه كيفاش دير الاركيتكتشر ديال كيفاش تكوديها بايتوش اي ثينك، بات وي هاف تو هاف تو تشيك ذا ديتيلز، اي ثينك اتس ان بايتوش. الاوبتيميزر كيفاش تسيت اب الهايبر بارامترز ديال تريننج بايبلاين كامله، اون ذن الداتا منين تجيبها وتخلي تونطري، و بيان سور باش تقدر تونطريني في يعني في دي الهاردوير انفراستركتشر اللي ما تكونش كبيره بزاف. اصلا جي بي تي 2 از لايك 100 مليون تقريبا، 100 مليون بارامتر، دونك ماشي بزاف. اي كاين سام ترينين تريكس لايك اوبتيمايزاسيون ديال الترينين لوب اللي تخلي ان ممكن انك تونطريني هذا الموديل يعني في واحد جي بي يو نورمال بحال فلاش اتنشن اتسيتيرا. دونك كاين سام ديتيلز في التويت ديال، دونك تقدر تشيكيو لاباج ديال دي اكس اندري كارباتي سميتها، ولا في لاشين يوتيوب ديالو ديريكتومون غتلقاو لا فيديو. وكاين اوسي جيت هاب ريبوزيتوري اللي فيه الهيستوري ديال كاع الكوميتس اللي دار. سو فيري فاليوبل ريسورس، الناس اللي باغيين يتعلموا يكوديو هاد اللانجويج مودلز من فروم سكراتش. وهنا كتعلم بزاف ديال الحوايج، كتفهم شنو هي ديك الاركيتكتشر ديال الترانسفورمر اصلا كنهضروا عليها، والاتنشن لاير وهادشي كامل هضرنا عليه بليزيوغ فوا. ولكن الى ما كيقولوا put your hands on the dirt، الى ما حطيتيش دخلتي للداخل ديال هادشي وحاولتي تكوديه لراسك، ما غاتفهمش مزيان كلكو ديتاي شنو هو البوزيشنال انكودين، علاش ملي كنجينيريو نيكست توكن بريدكشن بغينا نجينيريو لونغ سنتنسز خصنا نديرو بيم سيرش وشي حوايج بحال هكا. يعني فوالا، كاين شي حوايج ما غاتفهمهمش من غير الى كوديتي بصح وفهمتي شنو هي ليكزيجونس، باش تفهم شنو هو التشالنجين اسبيكت ديال كل ديتاي في كل بيلدينغ بلوك ديال هاد اللانجويج مودلز. سو فيري امبورتنت ريسورس، الناس اللي باغيين يتعلموا نيزيتي با انكم تشيكيو لا فيديو ديال اندري كارباتي وتبعوا داكشي اللي دار ستيب باي ستيب. دونك نهضروا فيت في على اوبن سورس مودلز. سو كاين علي بابا، دونك علي بابا
بحال امازون ديال الشينوا، دونك شركه اللي كتبيع وتشري، ماركت بليس اون فادير، اللي تا هما كيديروا الريسيرش وريليزاو واحد النيو اوبن سور اوبن سورس اي مين اوبن ويت مودلز، موديل اللي كاين في هاكين فيس سميتو كوين جوج، دونك كيو دبليو اي ان. كاين كوين قبل منه، دابا كوين جوج، سايزز بحال لاما 3 تقريبا، كاين نص بيل نص مليار، دونك 500 مليون بارامترز، which is small، يعني هذا اقدر ايفاني في واحد الانفراستركتور ما كبيرهش بزاف، لايك 1 جي بي يو could be enough. و بيان سور لارجر ميديوم سايز فيرجن ديال 72 مليار بارامتر. وهاد الموديل ديجا مطري على 29 لونغاج، دونك مولتي لانغول. والبلان انه ستيت اوف ذا ارت ناو، سو ناو وي هاف بعد ريليز ديال نيو موديل ديال علي بابا QWEN Quen 2، عندنا new state of the art for open source models. So ولا احسن من لاما 3، لاما 3 كان هو احسن واحد عندنا في open source models. المهم على حسب لي بنش مارك كاين كيلكي ديفيرونس اتسيتيرا، مي اون غروس لاما 3 كان هو الجو تو اوبشن، بس ناو ابيرنتلي كوين جوج از بيتر. وي ويل سي الناس اللي يخدموا به ان براكتيس يديروا فاين تيون يديروا راج اتسيتيرا باش نعرفوا شنو هما وات از سيوتيبل فور شني ابليكاسيون اللي مزيانه لي ان توكا. ولكن نيو ريليز ديال اوبن سورس موديل دي ابارمو فيري جود، سو الناس اللي خدامين بلانجويج موديلز ديلي وعندهم ابليكاسيون بازي على دي موديل دو لونغاج كي سون اوبن سورس، تشيكيو كوين تو ديال علي بابا. En parlant de multilingual model, كاين واحد ريليز ديال ميتا اللي هو it's a nature paper actually. و nature هي واحد جورنال اللي هو تقريبا نمبر 1 في العالم، دونك عنده ريبوتاسيون كبيره و تري تري سيليكتيف، صعيب باش تبوبلي فيه، و بزاف ديال البريك ثرو في ساينس ان جينيرال، ماشي في الانتيليجنس ارتيفيسيال، it's nature. و كاين بزاف ديال تراكس اتسيتيرا ديال nature biomedics ولا nature robotics ولا whatever. So yeah, كاين بزاف ديال التراكس. And yeah, باش تبيبلي paper في nature يعني كيكون very high impact paper. وهاد paper ديالهم سميتو no language left behind، يعني مكاين حتى شي لونغاج اللي غنخليوه. والفكرة هي انهم داروا واحد ال translation model اللي كيانكلو 200 لونغاج اي كومبخي دي اللغات اللي ما عندناش فيهم لي ressources بزاف، يعني sous-représentées اللغات اللي دي لونغ sous-représentées. و تا هما داخلين في هذا الموديل دو ترانسلاسيون ان فيت اللي كيدير انجلش تو 200 لغه واحده اخرى. دونك فيري نايس بيبر، اتس اوبن ويت از ويل، كاين في هاكين فيس تقدر تخدمو به. باغمي هاد اللغات كاينه طبعا الدارجه المغربيه، كاينه بزاف لي فيرسيون ديال العربيه ديال لي ديالكت اتسيتيرا و اي كومبخي الدارجه المغربيه. دونك من ناحية الريسيرش، الاركيتكتشر مبني على واحد الفكرة ديال abstraction from language. سو كان واحد الموديل صار دو 3-4 ans اللي سميتو language agnostic census representations. سو language agnostic يعني دي ريبريزونطاسيون ديال لي كونسيبت ولا ديال لو سونس اللي هي ما كديبونديش اللونغاج. دونك فوالا كيحاولوا يتعلموا واحد الموديل سيغ ديفيرونت لونغاج، و الموديل كيحاول يدير ابستراكسيون لو لونغاج ويفهم غير لي كونسيبت لو سونس. دونك يولي عندنا واحد الباك بون واحد هو اللي كيتابليك على كاع لي لونغاج اون فيت، باسكو لا ريبريزونطاسيون دو تيكست اللي كيتعلم ما كديبونديش لونغاج، مي كديبوندي بلوس على لو سونس. وبالنسبه لي دوني، حيت لي دوني موجودين في بزاف ديال لانجويجز، ولكن في بزاف لانجويج اخرين ما كاينينش بحال الدارجه، ومهم كاع اللغات اللي سو ريبريزونتي في انترنيت اون جينيرال ولا في لي داتا سيت اللي موجودين. فداروا دي تكنيك ديال داتا اوغمنتيشن و كومبيني مع هاد لا ريبريزونطاسيون كي نو ديبون با دي لونغاج، دونك لانجويج اغنوستيك ريبريزونتيشن ديال التكست. وهادشي عطانا ان ال ال بي اللي هو هاد الموديل اللي كيقدر يدير ترانزليشن، نيو ستيت اوف ذا ارت ديال ترانزليشن ما بين 200 لونغاج ديفيرون، سكي ان نورم. دونك فوالا.
دونك فوالا دابا نديرو البوان غوشيرش ديالنا، نحاولو ندوز عليه بزربة ما نتعطلوش فيه بزاف. دونك لو بوان غوشيرش غيكون على ستيت سبيس مودلز، دونك هادو واحد الاركيتكتور لي الترناتيف لي ترانسفورمر مثلا. والفكرة ديالها هي انك كدير سيكونس تو سيكونس ليرنينغ، يعني عندك واحد السيكونس في الاول بحال واحد الجملة. مزيان ليكزومبل ديال الترانسلاسيون اللي يلاه هضرنا عليه، شنو هي الترانسلاسيون؟ كتكون عندي واحد الجملة في لونتري، ديك الجملة هي واحد السكسيسيون ديال الكلمات، ولا إذا بغينا نديكومبوزيهم إلا عقلتو هضرنا بزاف على لي توكين، لا توكينيزاسيون ديال التكست. دونك واحد الجملة ديال التكست ديال الناتشورال لانجويج هي واحد المجموعة ديال لي توكين، يعني اون سيكونس دو توكين. بغينا نمابيوها لواحد ترانسلاسيون ديالها في واحد اللغة واحدة أخرى، دونك حتى هذه جملة وحتى هي سيكونس ديال التوكين. دونك كنديرو ما يسمى بسيكونس تو سيكونس ليرنينغ. دونك عندنا واحد سينيال نقدر نشوفو بحال شي سينيال كياخد بزاف ديال لي فالور، بحال شي سينيال الكتريك ديسكري مثلا كياخد، ولا من سينيال مثلا نقولو اون تمبيراتور مثلا في النهار، دونك كل نهار كتاخد اون فالور. دونك هذا واحد السينيال ولا اون سيكونس، وبغينا نمابيوها لواحد سيكونس واحد اخر. دابا هاد ستيت سبيس موديل شنو كيقول لك؟ كيقول لك ان لا ديناميك ديال هذاك ديال ان سيستم الداخل ديال الاركتيكتشر هي لينيير، سيتادير عندنا واحد ليطا، واحد الهيدن ستيت بحال ريكارنت نيورال نيتوركس عندهم واحد الهيدن ستيت. دونك هذاك الهيدن ستيت كيبدا بواحد الفالور نقولوا مثلا زيرو، الفالور انيسيال، كيتضرب في واحد لا ماتريس ا باش تحسب الهيدن ستيت ديال لو طون اللي موراه ديال نيكست ستيب. كتضرب هذاك الهيدن ستيت اللي كان عندك ديجا في واحد الماتريس ا، وكتضرب هذاك السينيال اللي كيدخل عندك انبوت كتضربو في واحد الماتريس بي. دونك ا موديل لينيير باش يحسب لك شنو هي لا فالور الجايه ديال هذاك الهيدن ستيت، بحال ديال الار ان ان ديال ريكارنت نيورال نيتورك، باش تحسب اش تي من اش تي موان 1. اش تي موان 1 كتضربو في واحد الماتريس ا، و بلوس كيكون عندك سينيال دونتري اللي هو هضرنا عليه داك السيكونس اللي غتكون ديال الانبوت، مثلا داك التكست اللي منه اللي بغينا نترجموه، هذيك التايم ستيب ولا داك التوكن فين واصلين غادي تضربوه في الماتريس بي وتجمعهم بجوج، وغادي تعطيك نيكست هيدن ستيت. فهاد نيكست هيدن ستيت غتضربو في واحد الماتريس اخرى باش تمابي لهداك السينيال دو سورتي. دونك هي السيكونس الاولى دخلات، حسبنا شنو هو التغير اللي وقع على داك الهيدن ستيت ديال ستيت سبيس موديل، فداك الهيدن ستيت ديالو اش مثلا نسميوه اش، ومن هذاك اش غادي نحسبوا شنو هي السورتي، شنو هو السينيال دو سورتي، يعني شنو هي داك الترجمه، داك الجمله اللي كترجم لينا الجمله الاولى. دونك نتمنى نكونوا تخيلنا هاد ستيت سبيس موديل في دماغنا. عندنا واحد السيكونس لتحت اللي كتجي اون اونتري ديال هاد الموديل، هاد الموديل داير بحال شي ريكارنت نورال نيتورك، عنده واحد الهيدن ستيت، غير هو هاد الهيدن ستيت باش تحسبو كتاخد داك الهيدن اللي كان عندك قبل منه كتضربو في ماتريس ا، بلوس هذاك السينيال اللي دخل اللي درناه في الاول تحت كنضربو في واحد ماتريس بي، كيعطينا لا نوفيل فالور ديال الهيدن ستيت. دابا هاد الهيدن ستيت لا نوفيل فالور كنضربوها في واحد ماتريس اخرى سي باش يعطينا داك السينيال ديال الاوتبوت. فوق منا كاين داك السيكونس اللي سورتي ولا الاوتبوت اللي بغينا نمشيو ليه. دونك هذا هو ستيت سبيس موديل، بحال واحد السيستم ديناميك لينيير، اوكي، كيتبدل وداك التغير ديالو لينيير اون فونكسيون دو لا فالور اللي كانت عنده قبل، ولينيير حتى اون فونكسيون ديال السينيال ديمبوت. هذا هو ستيت سبيس موديل. دابا هذا الستيت سبيس موديل بحال اون الترناتيف ديال الترانسفورمر اللي حتى هي كتمابي لينا سيكونس تو سيكونس، ولقينا بان الا درنا دي شوا بارتيكولي في هذيك لا ماتريس ا كنحصلوا على واحد الاركتيكتور قويه بزاف وكتخدم لينا فاش كيكونوا سيكونس طوال. وبحال ممكن تكون اون الترناتيف لي ترانسفورمر، وحتى لونطريمون ديالها الي بلو رابيد بارابور لي ترانسفورمر. دونك هادشي الى جمعنا هاد لي ديتاي اللي قلنا كاملين، دونك ستيت سبيس موديل داك اللينير ريبريزنتيشن ديالو زائد داك لو شوا بارتيكولي اللي غنديرو على لا ماتريس ا، ما نهضرش على لي ديتاي ديالو. دونك فوالا كاين
ابحاث على هذا الموضوع، يمكن في حلقه اخرى نهضروا عليه بلوز اون ديتاي باش ما نكثرش عليكم اليوم. دونك نديروا دي شوا بارتيكولي في هذيك لا ماتريس ا، خاصها تكون دياغونال تريونغولار انفيريور، شنو هما لي فالور اللي غنحطوا في الدياغونال ديالها اكسيتيرا. دونك فوالا كاين دي شوا كيفاش انيسياليزيوها، ومن بعد كنونترينيو كل شيء بحال شي نورال نيتورك. من بعد كاع لي بارامتر اللي هما دوك ا و بي، دوك لي ماتريس اللي ضربنا فيهم كنونترينيوهم افيك ان اوبتيميزور اي تو، مي اللي مهم هو كيفاش كانيسياليزيو هذيك لا ماتريس. دونك فوالا داك سيت سبيس مون زائد كيفاش كتينيسياليزي لا ماتريس ا. هذا الشيء عطانا واحد الاركتيكتور سميتها مامبا، واللي جربناها على سبيتش وخدمات لينا مزيان. هذا الايطاج ديال الترونز بحال نديرو ترانسلاسيون ولا نديرو سبيتش تو تكست، مثلا مابي واحد السينيال اوديو للتكست اتسيتيرا، ولا حتى التكست حتى هو بحال لانجويج مودل حتى هي جربت عليها وخدم با مال. دونك كان واحد البابي جديد مؤخرا دي السيمانه اللي فاتت، مامبا جوج، دونك بحال اون فيرسيون جديده ديال مامبا عند نفس لي لوتور لي زوتور، و لوتور برينسيبال هو البيرغو. بالنسبه للناس اللي مهتمين بهذا الموضوع البيرغو، دونك جي او، دونك السيد هو اللي كيخدم بزاف على السيت سبيس مولز، و غتشوفوا البيبرز ديالو غتلقاو بزاف دي زانفورماسيون تري انتريسون. دونك لا تيوري شويه انسبيري من تيوري دو كونترول، دونك حتى قلنا عندنا واحد السيستم ديناميك لينيير، وهذاك السينيال ديال الانبوت نقدروا نشوفوه بحال ان كونترول اللي كان ابليكي على هذا السيستم، و اوسي كاين بزاف الجبر لينيير باسكو كون مانيبيول دي ماتريس. دونك فوالا هاد مامبا جوج داروا اون تكنيك باش يسرعوا لونترينمون ديال مامبا، و اوسي من ناحيه ديال التيوري بحال داروا واحد الفريم ورك جينيرال اللي تحت منه كيدخل ترانسفورمر ومامبا. يعني بحال قلتي ترانسفورمر ومامبا هما واحد لي زانستونسياسيون ديال نفس لا فامي داركتيكتور ولا لا فامي دو موديل. دونك فوالا بحال لقينا واحد الجينيراليزاسيون ولا واحد دواليتي ما بين السيلف اتنشن اللي هي لا باز ديال ترانسفورمر، وما بين ستيت سبيس موديل اللي هو هاد لا نوفيل اركتيكتور اللي هي لينيير اون هذاك الهيدن ستيت. سوبر انتريسون، و بابي اللي ممكن يكون عنده امباكت كبير. ديجا هاد الاركتيكتور مامبا فاش خرجات يا دو موا دابا تقريبا كان عندها واحد الصدى كبير في الريسيرش كوميونيتي، ودابا مع مامبا جوج ومع هاد الجينيراليزاسيون اللي كتجمع الترانسفورمر ولا تونسيون على فوا مع الستيت سبيس مودلز، دونك is a very promising research direction. Donc ça il va y avoir بزاف ديال لي زوتر بابي في هذا الدومين، واش لا يكون ان بريك ثرو من ناحيه لي زاركتيكتور اللي كنخدموهم في اللانجويج مودلز. Donc voilà, c'était tout pour la minute recherche. Maintenant, ma couche que tu as chez les gommes. Donc, pour la salle dernière, la Mamba Architecture ou State Space Models. Quand est-ce tout ce qu'on a pour aujourd'hui? Nous allons maintenant chez les gommes. Quand ma couche est hacking بالأشهب في الحلقة السادسة من بودكاست الجديد في الـ AI. Salam alaikum, on se retrouve la semaine prochaine, inshallah.